صبحكم الله بالخير. حريم العيال ثلاث انواع بالتعامل مع الحمولة. طبعا الحمولة تنويه هذا اللي خارج اللهجة، الحمولة هم اهل الزوج. ثلاث انواع ما يتعدن هالثلاث. الاولة اسمها حصة، هذه راح عمره وهي بس تكرف الحمولة، قاعدين بالحمولة يدهن لا تنكتي، اذا لقيت شيء غريب جابته ولا هي بتطلع منهم، ولا لقيت شال زين شرته للخاله، ولا لقيت ما ادري ويش، وكل يوم تجيب خالتها ربع تولت عود ومصلى تقول تو دخلت الاسلام، شو الهدايا مصالي انا مع كل بيت دولاب زي حق الكنز ذا كله مصالي. الخاله مي بسهله، نظام الدريات جمعتهم جروب واتساب، ترى خواتي عندي الليله لا يقعد احد ايتن كلكن استلمت، نظام عسكري ما تعرف تكتب بس تطلع فيس نوت بهالواتساب، لا منه شافا خالتي تكتب يدري حص على طول ترد سمي خالة تنكس علي خالتك علي بالخاص، لا تدري تدري انك قالت امه تقول لي حصل العفيس ترى نجيب احنا بوادي من الطباخ، بس الله عفيس لو كلفت عليك ودي بس تكبين لنا جريش. اخي انا ما ادري الجريش ما ادري وراه يسمى كب، بروح اكب الجريش، ترى كب مو سدى كب يعني بزين، بس ما ادري ليش يسمى كب. الاولى من حصة شوية، الثانية اسمها تهاني. تهاني هذه ملمة المحادثة، اول ما تكتب خالتها تاخذها خاصة تحط لصق، والله يا خالة اني ولهتن عليكم مرة مرة مرة، وامس والله حكي على فهد قلت لازم اروح لخالتي لو ساعة ولهتن علي ولهتن على البنات، بس والله يا خالة عندي تصحيح مدرس نصاب نفس العذر حصة حرجتنا ما سامسة ما حرجت دول متن كابدة ذي تهاني، لا راحت لما الحمولة بدن خوات الرجل ما غير تقول محضر استجواب، وين انت بتروحون؟ منين انت شاريتن؟ ما ادري خوات الرجل ترى احيانا يرى ان اخوهن يرى ان اخوهن ازين من البنت، ترى اخوك محمد سعد احمد ربكم اللي صارت عليها البنت يا حول، حسرت اخوي من يوم هو وش اخوه؟ حسر بام امه يصبخ عند هالة على 15 يوم يروح كشت، وش اخوي اخوي؟ احمد رب بس انها البنت طافته، انتم حامتين سبت كلهم عندكم، خلاص لا تحسرون بالتهاني يا حول، نظركم ولا نظر تصحيحه ولا نظر. انا ليش طلعت من الموضوع؟ الثالثه ساره. ساره هذه طبعا هي اعلى منهم نوعا ما بالطبقه الماديه، لانه هو ولدهم كان يدرس من امريكا مع اخوه، وخطبه لاخته. فجت لما ذولا دخلت على الحموله تقل شمت لها في الطيس. ولا هي بتجي الا بالثلاث اشهر مره، وين عند روحها؟ لكن تدرون وين الطامه؟ الطامه اذا جت ساره يفتح لنا ورا المجلس ويقدوم بالمجلس ويطلع على المواعين الزينه والحكي لساره، والعالم كله بتقابل وجه ساره، وحصه اللي تلسع عن يدينا من الجريش قاعدة من طرف المجلس ساره ما تجيكم الا بثلاث اشهر مره، هذه اللي تسحلت غدت غدا هذا طوله من الكزكزه هي اللي تعطى واجش مي بساره، ما لكم تقومون حصه هي اللي بقيت لكم، هي اللي تطبخ وهي اللي تزين وهي اللي تزابلكم وهي اللي تواجه معكم لو صار عندكم عزايم، وهي اللي تجيب لكم هدايا ومصالي بيتكم غادي ينتقل مصلى محطه بطريق سريع كله مصالي من ساره، كل ما فت وفت جابت. عزيزتي الخالة تعالي بتسوي بيس كلمة راس تعالي واخي انا يعني. اذا انت وش تبين من تشرهين علينا مقروب ما شفناك يا كافي يتلمنا لو ساعة، ترى يا خالة مغصوبة ما بلبن ان جانب سمحة خاطر ولا بهواهن عند سنات سنتي لا تقد تشرهين عليهن، بعدين اعلم ان صدقت على بنتك قلت ورا ما تجين قالت بنت سبروح الحموتي قلت هي الله اكبر يا هالحموله كل النهار عندهم تعالي بس ورات بناتك تقولين لا تروحن
حلم عيال تشرهن عليهن. هاي خالة خالة ها ها بس اعدلي واتركي هنا اللي تجيس تجيس واللي بيجاس بكيفه. قد لحزين بهالجروب تقول معسكر يقولون لي ليش تهاني ما أشبعته وأشبعت شخصيته من الطرح. تهاني عنده مشكلة رجلة فهد دا ما يمسك بولا كفر لا منه جاء مرة من بيت أهله بالليل ولا من تفخ. وش بت أختك قالت لي ورا ما تحملين وش دخل بي من عاطل صلاة الجمعة راحوا عند أهله. ليش تقولون لبروتي كذا يا أحمر لا تدخل بين الحريم تركهم. أما حصة شبعت طرح من رحمة هالحمولة مستندة معه الكرف له ومقابل الذيت والرجل ما دري تقول بهالو ها ولا جاب خبر. يعني هي تربيته مربية إن تحترم أمك وأبوك نبقى قاعدة تسوي الشيء هذا عشان ترضيك لأن أدري إنه ما بين بعينك بس هي تربيته كذا. كيف حصة ضبطتك ها؟